قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في الأثر أن أعرابياً جاء من البادية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال الأعرابي: يا رسول الله، بماذا جئت بي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: جئت ليعبد الله وحده ويترك اللات والعزى. أيها الآباء والإخوة الأفاضل، هذا الأثر فيه فوائد. الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، بماذا جئت به؟ جئت بشنو انت؟ ربنا رسلك جئت بشنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت ليعبد الله وحده ويترك اللات والعزى. والكل يعلم، الإنس والجن وكل الناس يعلمون أن المولى عز وجل ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة، وهي عبادة المولى عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الرب تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إن ربنا رسل الأنبياء والرسل جميعا إلا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكل يعلم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون الأوائل يعبدون اللات وهبل ومنات وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد من دون المولى تبارك وتعالى. وعبادة ربنا وعبادة غير ربنا ده الشرك، الحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل حذر منه المولى تبارك وتعالى. ربنا قال يعني في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الرسول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت ليعبد الله وحده براو. يعني إذا عبدت ربنا، الكل يعلم أن الصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة، دي كلها عبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لكن هنالك مسائل كثيرة جدا فايتك على كثير من الناس، مثل الدعاء عبادة. كثير الليلة من الناس ينادي غير المولى عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: جئت ليعبد الله وحده وفي المقابل ويترك اللات والعزى. فلذلك نحن بننصح أنفسنا ونذكر أنفسنا، وكذلك إنتوا، ربنا أمرنا نعبد ربنا براو، يعني ننادي براو، ما ننادي ما هو أي ذول كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا طالح. وكلكم عايشين في الواقع، الناس الليلة بينادوا غير ربنا، يستعينوا بغير ربنا، يتوكلوا لغير ربنا، وده الشرك. والشرك ده بدخل ماذا؟ النار، وسبب البلاوي وسبب الفساد وسبب غلاء الأسعار وارتفاع الزيت والبصل والبنزين وغيره من المشاكل، سببه ماذا؟ الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا أهلك أمم من قبل بسبب اللي هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. طيب، فلذلك إنه يا جماعة يعني معانا ماذا؟ مشايخ أفاضل، والناس ماذا؟ تعبد ربنا سبحانه وتعالى براو، وتترك غير ماذا؟ ربنا. لأنه إذا عبدت ربنا
وعبدت غير ربنا تكون ماذا؟ وقعت في الشرك. وقدم اخونا احمد البدري، جزاكم الله خير.